انا عندي خبر هايل. قول. ايه اللي في ايدك ده؟ قولي الاول خبر وانا اقولك ايه ده. طيب احنا اول شركه هنمسك الحسابات بتاعتها كلها شركه عمار للمقاولات. واو، شكلك كده هتبقى اشطر مني ومش هعرف اكلمك. ايه ده؟ دي بقى بدله انا اشتريتها على ذوقي عشان فرح نادي. ايه؟ ولا انا مش ينفع احضر الفرح. غلطان، انت لازم تروح مش عشانها، عشان سامي، وتاني حاجة بقى عشان انا رايحة ومش معقولة اروح لوحدي. انا لازم اروح وانا مش علاقة في ايدي اجمل راجل في اسكندرية. انت مش واخد بالك من نفسك ولا ايه؟ طب والله العظيم انت قمر، بس انت اللي مش عارف قيمة نفسك. ولا ايه ده، انت بتتكسف يا عماد؟ انت لازم تشوف نفسك صح، ولازم كمان كل الناس تشوفك صح. صدقني ده هيفرق معاك كتير قوي. طيب تسمحي لي انا كمان اشتري لك بدلة الفرح؟ قصدي فستان الفرح. انسى، انا اشتريته من زمان والله، لنجان الفرح كله. يعني سامي ولا عماد؟ انتي مجنونة؟ سامي طبعا، انتي بتحبي سامي. وبعدين عماد ده شخص ما يناسبكيش، هو حاجة وانتي حاجة تانية خالص. تعملي ايه يا نادية؟ ما بعملش حاجة، زهقانة بس مش قادرة اتخانق. مش فكرة خناق دلوقتي، بابا وماما قاعدين برا وبيتكلموا في حاجة مهمة جدا. بابا برا؟ اه. حاجة مهمة ايه؟ ومن امتى في بينهم حاجة مهمة؟ تسأليني انا؟ مش عرفني. طب حاسب كده؟ نادية بنتنا هتتجوز. اه مبروك. انا حولت لك مبلغ 50,000 جنيه على حسابك عشان جهازها. لك كتر خيرك. انا اسف. أظن كفاية لحد كده. يا ريت، أنا تعبت. تحبي نرجع نعيش سوا ولا؟ لا مش هقدر، مش هقدر بعد كل اللي حصل بيننا ده. أنت عارف أنا بقالي كام سنة معاك وأنت مش معايا؟ إزاي أقدر أعيش معاك بعد ما كل حاجة اتكسرت؟ يمكن لو كنا اتطلقنا كنت قدرت ارجع لك، بس انت اتعمدت تكسرني وده اللي مش ممكن انساه ابدا. انا اسف على كل اللي حصل، بس الواضح كده ان الواحد ما بيعرفش حقيقه الحياه الا لما بيخسر كتير قوي. لسه هتتكلم؟ كلام خلص والحياه خلصت. اعتبري نفسك من اللحظة دي طالق مني، وأنا هخرج من هنا أكمل بقية الإجراءات. أنا فرحي بكرة على فكرة، بس أنتوا عارفين كده؟ هو الجواز وحش قوي كده؟ قولولي عشان اعمل حسابي او اغير رايي كله من دلوقتي. حبيبتي احنا كنا كده ولا كده وعاد عن بعض، بس احنا كان لسه عندنا امل ترجعوا لبعض. انتوا عارفين انا كنت بفضل اقول ان انا اللي مش طايقه اشوفكم انتوا الاتنين عشان اقنع نفسي ان الامور طبيعيه واني مش محرومه من وجودكم مع بعض، بس رغم كل اللي حصل بينكم كان لسه عندي امل ترجعوا.
طب اتطلقها النهارده قبل فرحي بيوم واحد. ناديه يلا ننزل. هتهرب انت كمان يا امير؟ تعرف انا كنت بستحملك ليه؟ عشان كنت بشوف فيك بابا. عمايلك وصلتنا لايه؟ منك لله يا اخي، منك لله. مين؟ مش عارفه. شوفي كده من العين السحريه. دي دينا صاحبتك؟ دينا. اهلا يا حبيبتي. ازيك يا طنط؟ الحمد لله. اتفضلي. في ايه مالك؟ مفيش. تعالي. انا اسفه لو جايه من غير ميعاد، بس كنت عايزه اروح اقعد اتكلم مع ماما، وبعدين خفت الاقيها بتسمعني كلام يكرهني في الدنيا اكتر ما انا كرهاها، فقلت لازم اجي اقعد اتكلم معاكي. خير يا بنتي؟ ايه اللي حصل؟ حصلت حاجات كتير قوي. طب قلتي انا هقوم اعمل ليمون ونشرب الليمون ونهدى عشان عايزه اقعد اتكلم معاكم انتوا الاثنين. وناوية تعملي ايه بقى دلوقتي؟ مش عارفة. هدي الكلمة بقى اللي تودي في داهية. مش عارفة. أمال اللي كنت عارفة متأكدة قبل ما تتجوزي؟ هتحافظي عليه وعلى بيتك، هتستحملي أي حاجة لأنك أنتي اللي اخترتي. ما كنتش فاكرة إن الموضوع صعب قوي كده. مش مشكلته، مشكلتك أنتي. قبل ما كنتي تاخدي القرار كان لازم تفكري كويس قوي اذا كنت هتقدري تستحملي ولا لا. كنت فاكره نفسي اقوى من كده. مش عبط بقى وكلام فارغ. هو كان متجوز من قبل ما انت تتجوزيه، وكنت عارفه كويس قوي ان هو بيحب مراته. اتجوزتيه بقى عشان بتحبيه، عشان خايفه من كلام الناس حواليكي، عشان مطلقه، عشان مش عايزه تعيشي لوحدك. المهم دلوقتي ان انت تقفي قدام اي حاجه، تقفي قدام الريح، تصدي الموج، تدي ظهرك لأي مشكلة، أي حاجة تخرب عليكي بيتك. بعدين سلمى ما هي مستوعبة الموقف. إيه؟ أحسن منك؟ أقوى منك؟ ماما عندها حق يا دين. وعندي حق برضو لما قلتلك إن طارق أحسن. والآخر مرة بقولها لك عشان يبقى كلامنا على نور. وأنت حرة في الآخر، لو عايزة تتجوزي يوسف هتعيشي معاه لآخر العمر. ما عنديش كلام تاني غير كده.